30 مدينة مغربية تخرج للاحتجاج على غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية. كشفت الجبهة الاجتماعية المغربية عن لائحة تضم حوالي 30 مدينة ستشهد احتجاجات يوم السبت المقبل تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية. ونشرت الجبهة لائحة تضم 27 مدينة ستنظم ساكنتها وقفات احتجاجية ليلية: الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وآجدير ووجدة وقلميم ومراكش وتازة وبركان والجديدة وعدة مدن أخرى. الاحتجاجات دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية تحت شعار نضال مستمر ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، بهدف التعبير بصوت عال وجماعي ومطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية بهدف تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها.